مالك يا سيد مش في المودي يعني؟ كسكت ايش فيك يعني؟ ما وحشني التمر والكاسه التاي. وحشك التمر وانا عامله لك طبق ابو لهب اللي مليان مانجا ومليان عنب ومليان ايه ده يا سيد؟ وده مش مالي عنب ده؟ انا بنهدر معك يا سيفري هذه المانجا نحبها. الله الله الله، شم يا سيد وكل ما تقطعش برزقك يا سيد. لا ما مش المشكله هذه، ولكن توحشني الدجله بتاع الجزائر. دوق العنب ديالنا بس الاول قبل ما تقول بس دجله والجبنه، دوق بس العنب ديالنا. يا لهوي على جميله. ولا المانجا سيد؟ على بالي المانجا بنينه، المانجا بتاعت مصر. انت عارف المانجا دي ليها اتيكيت. كيفاش؟ لا اتيكيت في الاكل، ان انت تاكل كده وتليط على نفسك، ده الاتيكيت بتاع المانجا. كيفاش تليط؟ يعني ايش ليط؟ تبهدل نفسك، لو ما تبهدلتش يا سيد كده والمانجا ليطتك تحس ان انت ما اكلتش مانجا. والله العظيم ما ناكلش المانجا دي حاجه كده يا سيد فوق الخيال. والله العظيم انا احب كاسة تاي مع دجلة. دجله، انت مش واخد بالك ان انا جايبه لك دجله هنا؟ فين الدجله هذه؟ ما انا جايبه لك دجله بقى ايه؟ بالمانجا برضه. احنا المانجا عندنا في الصيف راشقه في كل حاجه يا سيد. هذا الدجله؟ دي الدجله دي بس. شفت طبق ابو لهب ده على جنب؟ هذا كونفدري هذا ولا بونبوني هذا؟ مش دجله هذا. لا يا سيد، ده انا ايش هذا؟ ده انا جايبه ومرحبه بيك يا سيد اهو. هذه الدجله المصريه هذه؟ وده باللوز كمان، انت متخيل ان انا اجيب لك هنا لوز في مصر؟ هذه دجلة؟ ده انت ربنا بيحبك. دي دجلة دي مش محطوط فيها الشوكولاتة؟ واخد بالك؟ استنى بس دوق بس يا سيد ما تقطعش برزق. ورينا كده الدجلة بتاعت مصر. حاجة كده ايه يعني ما شاء الله فاخر من الاخر، جميلة جميلة جميلة. صح، على بالك على بالك الدجلة بتاعت الجزائر نمبر 1. احنا نمبر 1 قص واحد. قص واحد؟ اهو بص يا سيد، بص بونبونايه ببقك يا سيد، بونبونايه بذمتك لقيت التغليفه دي في العالم كله؟ هذه دجله؟ والله دجله، والله دجله. بص افتحها كده سمي بالله بس. هذه الشوكولاته ايش بك انت؟ والله دجله، والله دجله بلح بلح. ما انا على بالي فاهم، بس هذه مش دجله. اي بص عامله ازاي؟ بالصح. لا لهو الكراميل كمان يا سيد ولا ايه؟ اوي يعني الشوكولاته ومحشيه كراميل، هي المكونات دي. اصل التمر في مصر، اصل التمر في مصر. والله بنينة هذه. شوفوا يا جماعة هذه الدجلة بتاعت المصروة، شوفوا ايش داروا فيها، داروها كيف البونبوني بهارة. افتحوها شوف. والله بنينه. برافو عليك. هذه باهيه، هذه جديده. هذه بتقول بالمانجا ولا بال؟ استنى شوف شوفوا دجله بالشوكولاته. ايه هذا؟ ده شيبس. هذا شيبس، الشيبس التمر بالدجله. بالدجله. ده اختراع بقى. صح. والله اختراع. تدوق يا سيد. ده استنى بس يا سيد انا افتح لك. وريهم للناس. شوفوا 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 الناس. مين اللي انت بتوريهم يا سيد؟ انت اتلبست في مصر ولا ايه؟ هات يا سيد وريهم. ده بالكراميل بقى، ده بالكراميل والقهوه. عمرك شفت تمر بالكراميل والقهوه؟ وريني. الله. ده متغلف برضو يا سيد. كيفاش متغلف؟ احنا عايزين نخش على التمر اللي بالمانجا ده يا سيد واللي باللوز. الله. والله بنينة 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 بنينة. حسيت بالقهوة؟ في قهوة كده في النص ماشية. دي اكسبريسو دي ولا ايه؟ اكسبريسو يعني ثوري. انه هذه بنينة. محشية بالاكسبريسو. هذه نجيب معاها، ناخذ معايا في فرنسا، ناخذ معاها والجزائر. عشان لا فامي ديالي. فاهمين ده انتوا بلد التمر يا سيد، بلد التمر. انا على بالي، ولكن حبنا نجيب لهم حاجه من مصر. مش هذا؟ ده بقى بالمانجا بقى. دجله بالمانجا؟ نشيل الشيبسي بقى ونخش دوالي بقى على ايه؟ انتوا والله عليكم حاجات غريبه. لو محشيه لوز. ده صارفين ومكلفين يا سيد، ده انا مرحبا بيك اخر ترحيب. مش هذا؟ برضه؟ وريني كده؟
ادوق. انا ادوق انا الاول. طب وانا مش هدوق ولا ايه؟ انا بني ادمه ولا ايه؟ انت عندي انت تعرفي هذه الامور هذه. انا هدوق اللي بالموز بقى. كيف اشي استني على ادوق؟ انا هدوق انا اللي بالموز. بالراحه يا سيد، ما تعصبش على التمر بتاعنا عشان التمر بتاعنا ملوش خلق، ما بيحبش اللي يتعصب عليه. هات يا ولد هات. يا لهوي ريحه القهوه ببقي ايه؟ هتخليني اسهر النهارده. بص بقى اللي بالموز بقى صفرة زي، انت ما كيس المانجا. هذه فيها اللوز هذه. شفت؟ وبالمانجا مش معموله بالمانجا يا سيد، عشان انت ما حبيتش تعمل اتيكيت المانجا فانا جايبه لك دي تفاحه. هذه بنينه. ما نشوف اللي بالموز. بص يا سيد الجمال. بص عامله ازاي؟ بحته تانية التمر بتاعنا. لا 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 والله لوحده. لا 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 لوحده. وريني بقى اللي بالمانجا. هدي بنينه صح بنينه. خد دي نص كده دوق كده. وريني بقى اللي بالمانجا. حلوه صح؟ شفت دي بتعمل مانجا. اللوز واخدها في حته ثانيه يا سيد. اللوز واخدها في حته ثانيه. بصوا بقى يا سيد، هنجيب دستين من ده وثلاث دستات من ده و10 من ده. هو وده بقى ايه؟ نجيب كده بتاع 40 50 واحده. لمين؟ للفاميليا دي. فين الفاميليا؟ الفاميليا اللي هنا. ما هو هنا بس ما جابوهوش، اصل ده لسه نازل طازه في مصر. وانا قلت ادوهه لك انت اول واحد. يا سيد يا سيد ليش احنا نجيب لهم وهم موجودين هنا؟ لا يا سيد، ما هو انا لازم نرحب بيهم. التمر ده اصلا يعني ده حاجه جديده عندك. بقالك 15 يوم ترحبي بيهم كل يوم. هم موحدين لنا يا سيد، ما تفضش نفسك عن الاكل عشان خاطر انا كده خلاص بقى. رحبوا بينا كيفاش رحبوا بينا؟ عملوا لك محاشي وعملوا لك بط وعملوا لك وز. اللي ياكل وينكر يبقى مالوش بقى. وبعدين تفهموا، وانتوا عندكم اصلا تمر في البلاد رقم واحد بتقول. فانا اجيب بقى للناس اللي هنا بقى علشان يدوقوا التمر بتاعهم. كيفاش يدوقوا التمر بتاع بلادهم؟ انا نجيب هذا، نجيب لهم التمر من الجزائر وناخد التمر بتاع مصر ونوديه للجزائر. احنا ما جبناش بقى من الجزائر، لما تجيب من الجزائر عشان انا ما نكونش في الجزائر، انا جاي من فرنسا. جبت لهم برفانات، جبت لهم كوتشات. خلاص يا سيد احنا مش وقت معاك. جبت لهم شامبوان. يا جميله. جبت لهم تيشيرتات. بس يا سيد. هاي المرة الجاية ما نجيش البلاد هذي. ايش ديري؟ هروح ادوقهم انا لوحدي طالما انت بتاع ديالكو حاسب بس البتاع كده، وحتى طبق ابو لهب ده هاخده وانا ماشية، وكفاية عليك كده. لا حول ولا قوة الا بالله.